السلام عليكم. نرجع لموضوع تقليم التوت. طبعا هذه الأوراق المتأثرة مهم أنها تبقى طول فترة الشتاء عالقة في الشتاء، لأنها تمنع نمو البراعم الخاملة التي يجب أن تنمو في وقت النمو وليس في فصل الشتاء على حساب إثمار الشجرة في موسم الإثمار. هذه الورقة تمنع نمو هذا البرعم اللي في ابط الورقة، البرعم اللي بيثمر معنا في وقت الإثمار. طبعا طريقة التقليم، كل عود في الشجرة تقصر منها شوي، بعدين تقطع كامل الأوراق الموجودة في العود، وهذا للأشجار الصغيرة والأشجار المتوسطة والأقل من متوسطة، لأنه أشجار التين لا تقلم تقليم جائر، وكلما زاد عدد الأعواد فيها زاد عدد الثمار، فهي بعكس الأشجار الأخرى مثل التين وغيره. وأنسب وقت للتقليم هو آخر شهر يناير وبداية شهر فبراير، وإذا قدمت شوي أو أخرت ما في أي مشكلة. وكما نشاهد هذه شجرة توت صغيرة مقلمة تقليم جائر، وفيها بعض الأعواد الصغيرة القديمة. هذا العود سوف تظهر الثمار من هذا العود وهذا العود وهذا العود. إذا عندنا عدد أعواد بسيطة، معناها الإثمار بيكون بسيط جدا. كما نشاهد الأعواد الأغصان الصغيرة فقط هي التي سوف تثمر. كما نشاهد التوت لا يقلم تقليم جائر، خطأ تقليمه تقليم جائر في هذا الساق، لا يعني الساق هذا ما راح يثمر لك. وطبعا تقلم من الأعلى الأفرع الجافة والمتضررة المنتهية. والسلام عليكم.